يعني صعب ان يفكر يتنقل كابتن السنه دي. هو كمان انا يعني في نقطه مهمه جدا بموضوع تشيلسي الحقيقه، هو كمان اخلاقيات صلاح الجميله الحقيقه في المباريات اللي سجل فيهم ما كانش بيحتفل والجمهور شايله دي، وفي نفس الوقت هو جمهور تشيلسي عارف ان هو ماشي مظلوم، ولما لمع بالشكل دوت لا كله تعاطف معاه مليون في المية. لكن انا بالنسبه لحته انتقال محمد صلاح الحقيقه انا في رايي ان ما ينتقلش. لان انا النهارده انا ميسي في ليفربول وانا نجم كبير قوي وانا نجم الجماهير هناك نجم لامع كمان وفي نفس الوقت يعني في عنصر من العناصر الرهاني اعتقد انت تعرفها كويس قوي وكفات هيعرفها كويس قوي، عنصر الثقه. انا النهارده نجم وعندي ثقه في نفسي وبعمل اي حاجه والحته دي ممكن يفتقدها دي اللي انا كنت اتكلمت يمكن سهام فكرك مر بنفس الظروف مع اختلاف طبعا الانديه يعني كنت بلعب في كازا لاوتن كان من الانديه الكبيره في المانيا بس مش بايرن ميونخ كان جالي عرض في ايطاليا من جنوا الايطالي. النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت هي اللي خلتني يعني لا ارفض العرض لان صح. كان عندي رصيد كويس قوي في الكره الالمانيه ومن خلال ادائي مع كازر لاوتن فكنت حاسس بالامان بمعنى اصح بالظبط. لكن انا لو ارجع بيا الزمن هروح واجرب الكره الايطاليه لان يعني انا مش عارف ممكن صلاح يفكر فيها ازاي، بس انا اقول رايي على المستوى الشخصي انا اتمنى صلاح يروح. انا مش يعني انا فان برشلونه بس انا ريال مدريد الانسب لان ريال مدريد اعتقد السنه اللي جايه كمان هيكون ليها شان غير السنه دي يعني هيكون متقدمه. برشلونه عندها من شويه مشاكل ماديه كتيره جدا وبتبني فرقه نفسنا نشوف صلاح في الليجا بطموحات جديده بشكل جديد بكره جديده ده على يعني راي الشخص يعني انا بتكلم في النقطه دي ونقطه مهمه جدا الحقيقه. محمد صلاح النهارده هو نجم فرقته وهو كمان مثلا ممكن موسم كمان يبقى كابتن ليفربول الحقيقه ودي طبعا حاجه كبيره جدا طبعاً. وانا النهارده طبعاً. هروح تجربه قرار صعب في ريال مدريد او هروح تجربه في برشلونه. يعني انا الكابتن فتحي علق دلوقتي حاجه صح 100% حته ان الاثنين واقعين الفرقتين واقعين وكمان ايه ده مش واقعين كمان فنيا ده برشلونه كمان واقع ماديا يعني ماليا كمان برشلونه طبعا مش هيقدر يعمل صفقات طبعا والمبلغ صلاح مش قليل المبلغ صلاح مش قليل طبعا. فلا انا في رايي ان صلاح يفضل في ليفربول واعتقد ان هو يعني ممكن يبقى ايقونه ليفربول بعد كده ويبقى حاجه يعني الناس مش هتنساه طبعا خالص أكيد. خالص أكيد. خالص أكيد. طيب هو طبعا اللي في ايده القرار في النهايه طبعا واحنا طبعا يعني احنا هنشجعه في اي حته يروح طبعا بقى يروح يعني هو انا بقى يعني انا برشلونه كتالوني بس لو راح لريال مدريد طبعا خلاص بقيت ريال مدريد هتشجع برشلونه برضه لا ريال مدريد اي حته يروحها صلاح انا عارفه هيشجع برشلونه برضه الا صلاح